تخصصات في أمراض النساء والتوليد. البروفيسور نادية العمراني أستاذة مبرزة في الجراحة، عينت بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس برباط سنة 2003 لتنتقل بعدها إلى القطاع الخاص، إلى أن أسست مصحة متعددة الاختصاصات بمدينة سلا. إذن البروفيسور نادية العمراني تتكرم الليلة في هذا الحفل، ونذكر أنها حاصلة على دبلوم في الخصوبة وتقنيات المساعدة على الإنجاب والجراحة بالمنظار من المستشفيات الجامعية الفرنسية والبلجيكية. مبروك بروفيسور نادية العمراني. صورة تذكارية مع السيدة المكرمة والسيد وزير الشباب والثقافة. مبروك لك دكتورة نادية العمراني، وفي هذه الليلة أو في هذه الأمسية عفوا يتم تكريم الأستاذة سميرة الماليزي مديرة مركزية وزارة الثقافة بالرباط. تفضلي أستاذة. نعم بغني السيدة سميرة الماليزي مديرة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، حاصلة على الإجازة في العلوم الاقتصادية، استغلت مشوارها المهني في أسلاك الوظيفة العمومية من بوابة وزارة الثقافة، تقلدت عدة مناصب مسؤولية في القطاع، عملت أيضا في وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعادت إلى وزارة الثقافة لترأس قسم الميزانية، ثم مديرة مركزية للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة. ورغم التزاماتها المهنية والعائلية فإنها أصرت على متابعة دراستها للحصول على ماستر في تدبير المالية العمومية. مبروك للسيدة سميرة الماليزي. مبروك لك أستاذة سميرة الماليزي. ومكرمتنا الليلة أيضا الأستاذة غيثة ماريا زنيبر، الرئيس المديرة العامة لمجموعة ديانا القابضة والرئيس المؤسسة لمؤسسة زنيبر للأعمال الخيرية بكل من الرباط ومكناس. تفضلي سيدتي. إذا السيدة غيثة زنيبر التي تحظى بالتكريم في ليلة الوفاء ترأس إحدى أهم المجموعات الخاصة بالمغرب، توفر أكثر من 7000 منصب شغل مباشر و 24000 منصب شغل غير المباشر. هي عضو في المجلس الوطني للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ترأس السيدة زنيبر جمعية خيرية رسالتها الدفاع عن قضية الأطفال اليتامى من خلال عمليات الإيواء والحماية والتنمية والكفالة. السيدة زنيبر أيضا رئيسة جمعية اليد الممدودة من أجل التنمية والبيئة التي تهدف إلى مساعدة الأطفال والفتيات والرجال في ميادين من قبيل الصحة، محاربة الأمية، وإحداث أنشطة مدرة للدخل. مبروك السيدة غيثة زنيبر. مبروك السيدة غيثة. في مجال التنمية البشرية والتنمية الذاتية مكرمتنا الليلة البروفيسورة بشرى الدراج. تفضلي دكتور. البروفيسور بشرى الدراجي هي خريجة المدرسة العليا لتجارة وإدارة المقاولات وكلية الحقوق بالرباط، خبيرة دولية في التواصل والتنمية البشرية وتسيير المقاولات، كذلك هي كوتش في التنمية الشخصية ومخترعة لكثير من تقنيات التواصل، وهي أيضا خريجة السلك العالي بجامعة لندن لتدريب المدربين. مبروك بروفيسور بشرى الدراجي.
ليلة الوفاء تكرم الليلة أيضا الأستاذة وفاء جبار رئيسة قسم المنازعات بإدارة الجمارك. نمر للتكريم الموالي وطبعا من جنوب المملكة ومن أقاليم الصحراوية الأقاليم العزيزة علينا كلا يتحل ضيفة على هذه الليلة الأستاذة خديجة العبيدي باحثة في التراث الحساني من مدينة سمارة. تفضل يا أستاذ. السيدة خديجة العبيدي رئيسة جمعية الساقية الحمراء الوطنية النسائية لتبرع وتنمية الإبداع بسمارة، وهي أول جمعية من نوعها تعنى بتبرع الذي يشكل رافدا من روافد الشعر الحساني. والجمعية تهدف إلى الاهتمام بالثقافة الحسانية وتشجيع هذا النمط الشعري الحساني وتنظيم التظاهرات الثقافية والندوات والمحاضرات للتعريف بهذا المكون في الثقافة الحسانية. إذن ندعو السيدات المكرمات للصعود مجددا إلى المنصة لأخذ صورة تذكارية مع السيد الوزير ومع السيد منظم الحفل. هن في المنصة. هذا شرف كبير لنا أن نكون بين السيدات الرائدات في هذه الحفلة التكريمية وفي هذه الليلة السعيدة اللي هي ليلة الوفاء. هذا التكريم أنا بالنسبة لي هو تكريم لكل امرأة مغربية وتكريم كذلك للمنظومة الطبية اللي تنتمي لها. شكرا لكم جميعا وأشكر وزارة الثقافة والشباب في والوزير المحترم، وكذلك نشكر اللجنة المنظمة لهذا الحفل البهيج. أنا فخورة وصراحة فرحانة بزاف لأن بلادنا تتقاوم ومازال تتقاوم ضد هذا الوباء كوفيد-19 تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، والدليل على ذلك أننا متواجدين ومجتمعين في مصطفى محمد الخامس من بعد واحد الهجرة الطويل وطويل جدا. الحمد لله وفي إطار الميدان التبديلي تلاحظ أن نسبة الولاد في كلية الطب والتي فوق نسبة الذكور، بل زد على ذلك أن النساء الطبيبات النسبة ديالهم بدأت ترتفع أكثر وأكثر في جميع الاختصاصات، اختصاصات السكري، اختصاصات الجلد، القلب، العيون وفق له، بل أكثر من ذلك ولينا تلاحظوا أن النساء المغربيات بكري أنهم يعيشن الاختصاصات اللي كانت سابقا محتكرة من طرف الرجال. حال الجراحة اللي كنا تنتظر النساء أنها شي شوية صعبة، اللي حاليا تبارك الله النساء بواحد المستوى عالي بالأخص في جراحات بحال جراحة الدماغ، جراحة القلب والشرايين، جراحة الأورام، جراحة العظام، وكذلك اختصاصات لغيري ماسوسي الإنعاش والتخدير. أنا تنحيي المرأة المغربية ومهما قدمت من كلمات فما تتكفيش باش نعبر على التضحيات والمجهودات اللي تتقوم بها المرأة المغربية.
هنيئا لنا جميعا، وتحية وتقدير وإجلال لكل امرأة مغربية. شكرا للأستاذة نادية على عمرها. والآن أعطي الكلمة للأستاذة سميرة الماليزي. شكرا معالي الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على تشريفنا بالحضور. شكرا للحضور الكريم، شكرا جزيلا للجهة المنظمة. تحية خاصة للنساء المكرمات ولكل النساء المكافحات. إن هذه المناسبة ليست مجرد تكريم عابر، وإنما هي في العمق إشهاد على قدرة المرأة المغربية على الإبداع والقيادة، بلمسة خاصة في الأداء وبأسلوب تفكير وتدبير وإدارة مسكون بالدقة والتجديد وسعة الخيال. هي دعوة صريحة بأن لا نجعل حاجيات وأدوار ومسؤوليات وتجارب النساء تمر مرور الكرام ودون ما أدنى اهتمام. هي دعوة أيضا إلى أن نراجع جميعا أفكارنا وتدخلاتنا، ونرفقها دوما بطرح سؤال حاسم: إلى أي حد تخدم أفكارنا ومبادراتنا قضايا المساواة بين الجنسين وتدعم مشاركة النساء في المجتمع؟ هذا السؤال المرتبط بنصرة قضايا النساء ودعم مشاركتهن على هدي التوجيهات والقيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبح يؤطر جميع السياسات والبرامج العمومية. أستغل طبعا هذه المناسبة المجيدة التي يحتفي فيها الشعب المغربي الوفي بذكرى عيد الاستقلال الغالية، لنجدد آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أدام له الله النصر والتمكين. مرة أخرى شكرا جزيلا سيدي الوزير على حضوركم. هو حضور له دلالة رمزية وتشجيع لكل امرأة مغربية أو عربية. اسمحوا لي في الأخير أن أهدي هذا التكريم إلى روح والدتي المغفور لها رحمها الله، ووالدي أطال الله عمره، وطبعا زوجي وأبنائي وعائلتي الكبيرة والصغيرة، وخاصة نساء قطاع الثقافة، أولادي. سيد الوزير، شكرا لك أستاذة سميرة الماليزي. والآن أدعو لتقديم الكلمة الأستاذة ريتا ماريا أزنيطة. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Honorable Assemblée. Si vous permettez, allez-y, je m'entends. Pour la seule et unique raison que ce prix exprime le sentiment qui réunit tous ceux qui sont ici. J'avoue que j'ai un grand stress qui me prend, auquel je pensais échapper. Est-ce que vous me permettez de prendre ma note qui va me permettre de dire ce que j'ai spontanément écrit hier, si vous permettez. L'Ustada Rita Maria Zmuga. Voilà, je dirais donc, pour la seule et unique raison que ce prix exprime le lien du cœur établi entre tous ceux qui sont sensibles à l'action d'intérêt commun. C'est avec infiniment de gratitude que je le reçois aujourd'hui, en partage avec toutes les personnes qui m'accompagnent sur cette voie.
Permettez toutefois, Monsieur le Ministre, que je ne prenne pas comme une reconnaissance à titre personnel. لأنه الفضل كل من الله والشكر كل لله. Mais comme une magnifique invitation à poursuivre, élargir et améliorer tous ensemble nos actions. Que celles-ci soient d'ordre social, culturel, religieux, familial ou professionnel. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir réuni autour de vous ce soir une partie de celles et ceux dont le cœur a jamais inscrit dans l'élan patriotique qui les anime, tiennent à porter haut et fort la devise de la nation, Allah al-Watan al-Malik. الله ينصر سيدنا ويحفظ المملكة المغربية والشعب ديالها والشباب ديالها. شكرا الأستاذة غيتا ماريا زنيبر وأدعو